السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين معايا هنا في اليوتيوب، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. سعاده دائمه ان شاء الله لا تتوقف، ودايما نبقى مع بعض متواجدين دايما. النهارده فيديو بتاعنا هيكون مسجل، وبعدين هيبقى عندنا لايف بعد مباراه الزمالك اذا ربنا اذن ان شاء الله تعالى. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم المره دي هنتكلم عن الزمالك وهنتكلم عن الاهلي، مش بس الزمالك، لان الاهلي برضو داخل في مباراه مهمه. بعض المبررات كده في الاتجاه الاعلامي الاشارة اذا ربما تحدث امور. المهم مش هي دي الحكايه دلوقتي، او مش هي دي اللي هنتكلم عنه اولا. لكن قبل ما نتكلم في الامور الخاصه عن نادي الزمالك، انا عاوز اؤكد واشير واوضح انه اللايك والشير والحاجات دي بقت مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، واتمنى ان انتوا يعني تساعدونا، واللي مش مشترك في القناه يفعل جرس الاشتراك ويشترك بالطبع، ودايما نبقى مع بعض. ايه حكايه الزمالك بقى؟ حكايه الزمالك حكايه ولا في الروايات، متعدده الفصول، شخصيات كتيره بتدخل وبتخرج، شخصيات قد يكون لها تاثير وقد لا يكون، شخصيات يبدو انها بلا تاثير ولكنها كانت صاحبه اثر اكبر مما يتوقع او كان يرغب او يتصور البعض عنه. قصه ميلودراميه فيها دراما شديده. اللي بيعاني من المشاهده دي في حد ذاتها واللي بيتابعها هو جمهور نادي الزمالك، لا شك في هذا ولا ريب. طيب ايه اللي هيجرى؟ خلاص انا عاوز اقول لكم موضوع انه انتخابات نادي الزمالك تجرى في سبتمبر كما كنت أأمل وأحلم وأهتف وأدافع، يبدو أنه هذا أمر لن يحدث، وإن حدث قد يحدث في 11 أو 12 اللي جايش. طب إزاي؟ أولا لو في لجنة جديدة جت، الوزير هيديها براح معين أنها تشتغل فيه، تحاول تثبت تصحح الأوضاع. الوزير حسب ما فهمت دكتور أشرف صبحي عاوز المجموعة الجديدة دي تساعد في توفير موارد لنادي الزمالك، مش انها تدفع فلوس لنادي الزمالك. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، مجموعة الأسماء المتداولة أسماء على المستوى المالي ضخم جدا، على المستوى الاقتصادي ضخم جدا. فهو مش الوزير ما بص، حسب الكلام والمعلومات اللي عرفتها من الوزاره، ما كانش غرضه انه يجوا يدفعوا فلوس لنادي الزمالك 10 20 30 40 100، مش هي دي المشكله، هيجوا يخلصوا. هو عاوزهم يعملوا كيان اقتصادي او مساحات اقتصاديه لنادي الزمالك تفيده على مدار السنين. وانه البعض بيقول انه سور نادي الزمالك ومحلات سور نادي الزمالك كان تفتق الذهن حسن ابو الفتوح ومجموعه اللي كانوا موجوده وعملوا الموضوع الاقتصادي ده اللي هو بيدر دخل دائم على نادي الزمالك، كل سنتين ثلاثه بيدخل فلوس كويسه للنادي. فهو تفكيره للموضوع ده عشان جاب كده الاسماء المتداوله اللي انتم بتسمعوها ديت، منها الرياضي ومنها الاقتصادي ومنها المالي، حاجات كيان عند ناس عندها كيانات اقتصادية كبرى كبيرة ضخمة، فغرضها انها تعمل ادارة نادي الزمالك ادارة اقتصادية صحيحة سليمة ليوصل لناتج معين. كلام حلو. طب ليه الوزارة حتى اللحظة لم تخرج ببيان او بقرار، رغم يبدو للجميع ان هناك اتفاق بالفعل على عدم استمرار اللجنة اللي موجودة؟ وده جزء من التداعيات والمشاكل اللي هتواجه الزمالك، هنحكي عنها بعد شوية. في تداعيات بتحصل أو تنبه للموضوع يعني. أنا بتكلم في الإدارة النهاردة عشان الموضوع ده مهم جدا ويؤثر على الكورة، واللي هي حاجة مهمة جدا عند جمهور الزمالك. ليه ما خدتش القرار؟ ما خدناش القرار لأن إحنا عاوزين ناخد قرار قانوني مليون المية. مفيش أي ثغرة قانونية يستطيع أحد أن يدخل عليها. يعني إيه؟ القرار هيطلع قرار وزير، يعني قرار إداري، يعني تقدر ترفع قضية قصاد القضاء الإداري.
ويدخل الموال بتاع 2005، والوزارة والوزير مش عايزين يدخلوا الزمالك موال 2005. هو ايه موال 2005؟ القضايا. والحل بقرار المحاكم انه يلغي والوزارة تنفذ، انه يلغي والوزارة تنفذ، وبعدين يجي قرار تاني. بالمناسبة لمن لا يعلم فليعلم ان 2005 كانت انتخابات، حصلت ازمة بعد كام شهر بين المستشار مرتضى واسماعيل سليم، وحصل مش عارف ايه وبتاع، تدخل الوزير تقريبا حسن صقر وقتها واقال المجلس وعين مجلس. المستشار مرتضى رفع قضية في المحكمة، مشت بقى شهر 2 3 4 حكمت بعودة المستشار مرتضى، مش عارف ايه اللي حصل تاني، فتحل فجراحه قضية. المهم قعدنا سنتين كده او ثلاثة، وبعد طبعا كانت فوضى بقى جوه الزمالك زي ما انت شايف وعوز. نيجي بقى في 2008 حصلت انتخابات، نجح فيها ممدوح عباس قصاد مين؟ مرتضى منصور، وقال انا مش هرفع قضية. وبعدين حصل اللي مش عارف تصريح ايه اللي اتقال من ممدوح فاغضب مرتضى منصور، فرفع قضية اثبت فيها ان بعض الاخطاء اجريت في الانتخابات بعد اكتر من سنة، فالحل فجي مش عارف مين ومين ومين، وقعدنا في موال ما بين انتخابات ومجالس معينة وخسارة، وقضايا يرفعها ممدوح عباس ضد مرتضى يكسبها ويمشي، وقضايا يرفعها مرتضى منصور ضد ممدوح عباس ويمشي، وهكذا مرت العشرية السوداء حتى أتى مرتضى منصور في 2014 واستقرت الأمور حتى 27/11/2020، وبدخلنا منها حتى اللحظة. عشان كده الوزارة بتقول أنا مش عاوز أدخل الزمالك في نفق الإيه القضايا، يعني حتى لو حد يرفع قضية ترفض من أول لحظة ويستمر الوضع على ما هو عليه. عشان كده بتبحث على التخريج القانونية تلجم ايا كان من يريد ان يرفع قضيه لمنع استمرار اللجنه لحين اجراء الانتخابات. هي اللجنه قاعده قد ايه؟ لحين اجراء الانتخابات. اللجنه قاعده قد ايه؟ لحين اجراء الانتخابات. الجمله دي جمله مطاطيه، يعني الانتخابات ممكن تبقى في 1/7 وممكن تمتد دعوى للانتخابات تبقى 1/7 والانتخابات تبقى في 8، او تدعو الانتخابات في 10 والانتخابات تبقى في 12، أو لا تدعو الانتخابات من أساسه لحين إجراء الانتخابات. خلاص، فده السبب في تأجيل إعلان أسماء اللجنة الجديدة، أدى إلى أنه اللجنة اللي موجودة تدير اللي هو عماد عبد العزيز مخنوق متضايق مش عاوز، إبراهيم عبد الله استقال ومش عاجبه، وحسين السمري موعود بأنه يبقى موجود في اللجنة الجديدة لكنه متواجد بقائم مدير في المجلس التنفيذي. هشام ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بيقول انا ما اقدرش اسيب الزمالك يحصل فيه اي مشكله وفوضى وبتاع. مش بس كده، ده النهارده هشام ابراهيم كان موجود هو وحسين السمري في نادي الزمالك لاجراء قرعه مصيف مطروح. ماشي، مصيف مطروح خلاص عملنا المصيف. ايه اللي هيجرى بقى؟ انا قلت لكم الموضوع بشكل بسيط وفي دقائق، ده الملخص. هناك لجنة قادمة فعلا، متى يتم تجهيز الميعاد والطريقة القانونية لكي يتم منع أي أحد كائنا من كان أنه يكسب القضية في محكمة القضاء الإداري. ده وجهة نظر الايه القانونيين والمشير القانونيين في وزارة الشباب والرياضة. اللجنة اللي موجودة الوزارة جايباها باعتبارهم أصحاب كيانات اقتصادية كبرى لصناعة نظام اقتصادي جيد لنادي الزمالك يفيد نادي الزمالك ويولد موارد وأموال تساعد في تقدم نادي الزمالك. أدي آخر الحكاية. طب ده أدى لإيه؟ نيجي بقى للعيبة. لكن قبل ما يجي اللعيبة افتكر الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وزي ما أدنى شك فضلا منكم وليس أمرا مني. اللعيبة لا حديث لهم إلا اللجان اللي بتتعين وبتتغير، بيتكلموا مع بعض عن موضوع اللجان والناس اللي جاية. طب مين اللي جاي؟ اسمعوا عن يوميلو جاي، كابتن حسين السيد جاي، كالكورة ومشرفين على الكورة ومش عارف ايه. طب هل أزمة كابتن عبد الحليم وكابتن أشرف قاسم هتتكرر تاني ومش عارف ايه؟ خلاص اللعيبة في الوضع ده لهم بعض الحق،
في انهم يهتموا بمستقبلهم. لكن لازم يبقوا عارفين كويس قوي ان نادي الزمالك مع فيه فلوس ما يلاقوش، متاخره رايحه بعيد جايه قريب زي ما يكون، لكن فيه فلوس يوم 1/6 فيه فلوس. وانا بقول لكم كلاعيبه يعني وكزملكاويه انه اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك الزملكاويه لاصحاب النسبه الاكبر والاضخم هيروحوا يجددوا اشتراكاتهم ويدفعوا فلوسهم عشان يبقى فيه فلوس في النادي تساعد على النشاط الرياضي. يعني من 1/6 ل 6/6 انت ممكن تكون ازمة مالية يا لعيبة نادي الزمالك انتهت. يبقى انتوا محتاجين ايه؟ سين او صاد موجود مش فارق معاكم. انا عاوز اقول لعيبة الزمالك ما يبصوش لتداعيات الامر، يركزوا في ملعبهم وفلوسهم جاية جاية مش هتضيع. صحيح انت متأخر على شهر واثنين وثلاثة، لكن هتجيلك الفلوس دي في الوقت ده. انت عندك فرصة لنفسك، لنفسك كلاعب، انك انت في المنافسة على الدوري تستطيع ان تتحصل على بطولة الدوري وتضعها في السي في بتاعك. حتى لو هترحل نهاية الموسم اسمك واخد الدوري المصري مع النادي الزمالك، ممكن يرفع من القيمة المالية بتاعتك يا فرجاني. فكل الامور دي لازم لعيبه الزمالك يبقوا حاطينها في دماغهم. لكن فكره بقى ان نسمع ان في بعض يا جماعه ايه، طب هل اقدم شكوى عشان فلوسنا ولا نستنى ولا شكوى ايه وبتاع، يقول لك نعمل شكوى جماعيه عشان نحصل على المستحقات بتاعتنا للنادي. مش محتاجه شكوى جماعيه، انتوا ممكن تسربوا يعني زي ما بتسربوا دلوقتي. لكن الموضوع الاهم قبل البحث عن المال، رغم اهميه المال ليا وليك وليهم، لكن في مساحه ان انت تستحمل اسبوعين ثلاثه. ازاي استحملهم؟ عشان تبقوا عارفين يا لعيبه نادي الزمالك، ودي رساله خاصه مني ليكم، لو مجلس اداره الزمالك او اللجنه دي مشيت السبت لحد الاثنين ايا كان، وكانت لسه الفلوس بتاعتكم ما طلعتش او متوفرتش فلوس في النادي، بتمشي اللجنه دي واسمه حق، في حاجه اسمها حق توقيع البنوك. لازم يجي بقى المدير امين الصندوق او المدير المالي ايا يعني كانت الصياغه، ويجي الراجل ده يوقع مكان الراجل اللي قبله، ويتم اعتمادها من البنوك والجهه الاداريه. ده بياخد كام؟ من 7 أيام ل 10 أيام. فكل يوم تاخير في تعيين اللجنه في 10 ايام تاخير في تعديل الايه؟ التوقيع. ثم بعد تعديل التوقيع يحدث الاتي: الشيكات تتمضي، بقيه الفلوس، مش عارف ايه الحاجات دي. انا بقول لك ليه جزء فني قوي كده، عشان لعيبه الزمالك تريح دماغها وتركز في الملعب. الزمالك عنده النهارده طلائع الجيش، وعنده يوم الاثنين المصري، المباراتين مهمين جدا. انت يا شادي متوقع التغيير الاداري ده في الزمالك امتى؟ متوقع الشخصي، ولا اعلم شيء للامانه، لكن توقع وتحليل المشهد بعد مباراه المصري. بعد مباريات المصري، مباراه المصري اللي جايه دي بالنسبه وجهه نظري تحليلي للمشهد انه بعد مباراه ماتش الزمالك والمصري ستكون لجنه جديده. تمام يا لعيبه نادي الزمالك، انسوا الموضوع ده. البعض بيقول ان بن شرقي بيفكر يعمل نفس الحكايه اللي عملها قبل كده. هو بن شرقي عمل ايه؟ بن شرقي قبل كده قدم او بعت انذار او شكوى من تاخر مستحقاته، واداره الزمالك ساعتها دفعت له فلوس، لانه كان ايام هشام منصور ما كانش بياخد بقى 4 أو 5 شهور، فطلب وخد يومها 12 مليون جنيه. هو مشي مع اللعيبه بانتظام، جت الاربع اشهر الاخر دول مستحقات، فهو بيفكر يعمل نفس الحكايه. كلها وجهات نظر، في الاخر انت ما تقدرش تتحكم في قرار لاعب كائنا ما كان يروح يقدم او ما يقدمش. لكن الاهم ان اللاعب ده ما ياثرش فيه الموضوع ده، ويلعب باقصى ما يستطيع من قوه في الملعب، ويؤدي اللي عليه لنفسه ولاسمه. لانه ما يتقال ان اللاعب ده ما بيلعبش عشان ما ياخدش فلوس، فالنادي اللي هياخده يبقى خايف منه طول الوقت حتى لو هيمشي باخر الموسم. فتلعب بضمير وتلعب بروح، ده المهم. انا عارف ومقدر الظروف وفاهمها، لكن مهم جدا ان انت كلاعب في نادي الزمالك ان الامور تبقى تركيز اكتر.
كارتيرون تشكيل المتوقع بتاع مباراة النهاردة: عواد، عبد الشافي، محمود، سوري، محمد عبد السلام، محمود الونش، حازم إمام، طارق، ساسي، وزيزو، وبن شرقي، وسيف الجزيري، ويتبقى مين اللي ممكن يكون مكان أوباما. في الأغلب العام هيتم ضم بن شرقي مكان أوباما وترحيل صاحبنا زيزو الى سوري صاحبنا اسلام جابر الى المساحه دي ويسيف الجزيره. اما نشوف الامور هيحصل فيها ايه في الموضوع ده، ويعني نتمنى. الصديق العزيز معتز الشامي، وهو صحفي مهم زملكاوي، النهارده كتب بوست بعتبره مفاجاه ان حدث الكلام اللي بيقوله معتز، فهتبقى مفاجاه شديده، يعني انه محامي نادي الزمالك هو مهتم جدا بقضايا له علاقات يعني بالاتحاد الدولي لكره القدم. قال لك ان محامي الزمالك الايطالي تحط النهارده او تقدم طلب ان يضم الاهلي كطرف محرض على هروب الكهرباء من الزمالك امام محكمه التحكيم الرياضي كاس مش الكاس كاس كاف الف سين اختصارها بالعربي. يعني المحكمة هتعمل جلسة استماع حسب الكلام اللي بيقولنا معتز الشامي يوم 31 مايو. مين بقى اللي هيبقوا قاعدين بالفيديو؟ يعني اتمنى ما حدش ينام زي ما حصل قبل كده في نادي الزمالك. الزمالك، شؤون لاعبين الفيفا اللي حكمت ضد اللاعب بانه يدفع 2 مليون دولار، اللاعب شخصيا، النادي الاهلي لانه انضم طلب انضمه فبالتالي لازم يبقى حاضر، الفيس البرتغالي. هنا بقى تيجي المفاجأة انه الفيس البرتغالي اعلن افلاسه حسب كلام معتز الشامي. اعلان الافلاس ما يبقاش الزمالك يقدر ولا الفيفا يطالبوه بفلوس، الراجل افلس هيعمل ايه؟ يطالبوا مين؟ يطالبوا اللاعب. عشان كده حسب كلام معتز انه المحامي الزمالك طلب ضم النادي الاهلي في القضيه. ليه؟ عشان الضم ده ضروري لانه يثبت ان اللاعب يلتزم بالفلوس اللي عليه، لان النادي الاهلي ممكن ياخد الفلوس دي ويدفعها هو للزمالك ويخصمها من اللاعب على حسب الاتفاق، تمام؟ وهو دي القضيه، انه ليه ضم الاهلي في القضيه واصر المحامي؟ عشان اللاعب نادي الفس اللي هو الشريك اللي هو تهرب له اعلن افلاسه، والمحامي بيقول انه ممكن دي تكون لعبه عشان ايه يخرجوا نفسهم وبتاع، فخلاص نجيب اللاعب اللي ايه النادي اللي راح له اللي باع له الفس اللاعب وهو عارف القضيه ومن نفس البلد. وهناك من يشير ويوضح باخبار بقى وتداولات بيبعتوها الزملكاويه انه حصل حاجه زي كده، تمام؟ البعض او معتز بيشير الى ان الاشارات كلها بتقول ان كهربا اكيد سيتغرم 2 مليون دولار الحد الادنى. حد ادنى لان يعني محامي الزمالك ونادي الزمالك طلبوا رفع الغرامه الى 3.9 مليون دولار. معرفش المحكمة بقى في الآخر هتحكم إيه، لكن إمتى هتحكم؟ بعد جلسة 31 مايو، عشان بقى كورونا والأحكام كلها بالفيديو كونفرنس والحاجات دي كلها والقضايا، فيرجح إنه ما بين شهرين إلى 5 شهور ويخرج أو تخرج النتيجة النهائية الخاصة بعقوبة كهرباء. معتز بيبشر الزملكاويه انه على الاقل 2 مليون دولار، على الاقل 2 مليون دولار. باعتبارنا جينا بقى عند النادي الاهلي. بدري بنون كان هو المقترح اسم سفيان رحيمش لاعب الرجاء، وهو كان لاعب الرجاء وهم اصدقاء ومقربين، هو اللي اقترح اسم سفيان رحيمي على اداره النادي الاهلي. اما اتكلموا عن فكره الجناح وبتاع، عندهم مشاكل في الجناح، واضح ان جناح الاهلي مكسور، لكن هو الراجل عاوز يحل لهم مشكله الجناح. فعرض عليهم سفيان رحيمي وبدا الموضوع يتداول وينتشر، لكن الحقيقه ان اداره النادي الاهلي ما كانت هتبدا في مفاوضات مع اللاعب. لكن يبدو ان البعض من الوكلاء او حاجه جاب ما احصاءات او احصائيات او طريقه سفيان رحيم في اللعب، فقالوا ان اداره الاهلي اكتشفت ان اللاعب مش ميال لتنفيذ الواجب الدفاعي على اكمل وجه، وانه الواجب الدفاعي الهوم ورك بتاعه ده يعني
محتاج الاهلي يبقى موجود عنده لعيبه بتنفذ الواجب الهجومي والواجب الدفاعي، وسفيان مش بينفذ الواجب الدفاعي على اكمل وجه، ممكن يتطور. طب ايه الحل؟ حطه دلوقتي تخرو اركن كده سفيان، اركن ملف سفيان وحطه في الدرج شويه، يعني سفيان الرحيمي دخل درج الاهلي خلاص، الدرج ده خلاهم يفتحوه لا وطلعوا ملفات. موسيماني كان قايل على مجموعه من الاسماء في المكان ده في الجناح، هيبحثوا فيها هيقدروا يجيبوها ولا لا، لو جيبوها قفلنا الدرج على ابو سفيان، ما جبناهاش نفتح الدرج تاني ونتكلم بدر النون تاني، يكلم اللاعب تاني اللي مرحب تاني وهكذا. تمام، ادي قصه سفيان رحيمش عشان نبقى امناء تماما. في نفس الوقت النادي الاهلي وجمهوره شغال تبرير او بيطلع مبرر، الحق الحكم الذنبي ده وحش كيكي بيكي فيكي وحاجات زي كده. هو الحكم عنده مشاكل شهيره اضر الفرق صحيح، وده مخوف جمهور النادي الاهلي بس لا واداره النادي الاهلي، دول فازين 2-0 عم شادي صحيح 2-0، الراجل المدير الفني بتاعهم بتاع جنوب افريقيا شغال بمدرسه موسيماني، اللي موسيماني ملتزم الصمت ما بيتكلمش، بلده ما رضيش يفرح ومنع الناس يفرحوا بهدف صلاح محسن وبتاع، وعمل طب بكره هنا الحركه دي بتاعت اللاعب اللي يقول لك اصل عشان عشان ايه احنا ادك على بعض، ده انت بتبقى رافع قضيه على النادي ومش عارف يقول لك عشان اصل عشان جمهوري، طب ما انت كنت قعدت في النادي، لو انت خايف قوي على النادي بتقعد في النادي، لك عمل ماشي. فهو الراجل قاعد بقى يقول كلام بقى من اللي مش قادر يستحمل ال 90 دقيقه ضغط اللي هنعمله ومش عارف ايه، وكانه هو ايه اعجاز. انا بقول لكم اهو سيبكم من مباراه النادي الاهلي، النادي الاهلي هيفوز هيفوز على الفريق ده، ليه؟ فريق ناعم قوي ملوش اي انياب، والحكم ممكن يضر بس قد ايه؟ البعض بيقول ليه ان الحكم هيضر، وده هم مش عاوزين يقولوه بشكل علني، يعني لان الراجل رئيس الاتحاد الافريقي سيمباي باي ولا مش عارف اسمه ايه، ده كان رئيس سان داونز، في مشكله مش جنوب افريقيا يعني، طب ما هو اللي هزم سان داونز مع موسيماني اللي كان في سان داونز يعني. المشكله انه رئيس سان داونز الحالي هو ابن رئيس الاتحاد الافريقي، وكان اشتكى من اداء وتصرفات حصلت في ارض الملعب من اداريين الاهلي وما كانش عاجبه اللي حصل، ده خوف الاهلي، ادي السر في خوف النادي الاهلي من مباراة او من الحكم والجزء الاداري، مش خايفين، انا بقول لكم مش خايفين نهائي من جوه الملعب ده كلاعب، اداء بقى حكم يصفر يعمل يطرد البعض يقول لك ان بدري بنون في اول 10 دقايق هياخد له انذار عشان يلجمه، ومحمد مجدي قفشه هياخد انذار بعديه عشان يظبطهم، ولو عملوا اي حاجه يطير واحد، الله اعلم ده تخريجات بتقول هل هيحصل ولا لا، لكن ابن رئيس الاتحاد الافريقي هو اللي مخوف النادي الاهلي. اشوفكم على خير، ونتواصل دايما فيما هو قادم من فيديوهات، ولا تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، ودايما نشوفكم على خير. شكرا.